كنوز الحسنات. إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر. الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن